صباح الخير يا سلمى. يسعد صباحك عفاف. صباح الخير إليك ولكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يحضرونا. نهار جديد إن شاء الله يا رب يكون هاليوم كله خير وصحة ورزق لكم. أكيد يوم رمضاني جديد عم نعيشه بكل تفاصيله وحلقة جديدة مع ضيوف اختصاصيين من جميع المجالات. وبالبداية مثل العادة بدي أشكر أكيد مصممة الأزياء رنا السوسي اللي هي صاحبة براند موتيل على الأزياء يلي عم تقدم لنا إياها خلال الأيام شهر رمضان المبارك. يسعد صباحك يا سلمى مرة ثانية وصباح الخير لجميع مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا. صرنا تقريبا بالعشرين يوم برمضان، خلصناهن إن شاء الله الشهر يحمل معه كل الخير والبركة والرزق وتحقيق الأمنيات وتلبية الدعوات لإلكن. كتير بدي أتمنى لكم بهذا الصباح والصباحات اللي جاية تحمل معك كل شيء بتتمنوا من مصاري ومن رزق ومن حب ومن خير، كمان مرافقينكم بمحطاتنا الصباحية والمتنوعة. ولكن بعد هالفاصل الصغير ما هلأ عفاف رح روح لأولى محطاتنا، ومثل العادة بناخد معلومات جديدة دائما عن شهر رمضان وبعض الفوائد الصحية المميزة. خلينا نشوفها سوا بالتقرير التالي. يحتاج الجسم عادة إلى كمية من الماء لا تقل عن لترين إلى 3 لترات في اليوم، ولأن التفاوت واختلاف درجات الحرارة خلال شهر رمضان فإن الجسم يستهلك كمية من السوائل أكثر من الأيام العادية في باقي الفصول، لذا لابد من تعويض النقص في السوائل التي يحتاج إليها الجسم والتي فقدت خلال فترة الصيام، وذلك لأسباب عدة أهمها إعادة الحيوية إلى الجسم في أقصر وقت ممكن. غنى العصائر بالفيتامينات والمعادن والمواد المضادة للأكسدة تساعد الصائم على تنظيم نوعية الطعام الذي يتناوله في بداية الإفطار، كما أنها ترفض الجسم بالماء والطاقة الضروريين وتعيد تدفق الدم في الجسم بشكله السليم والطبيعي، تزيد من كفاءة عمل الكلى وبالتالي تخلص الجسم من السموم المتراكمة فيه طوال فترة الصيام. في المشروبات نصيحة صحية لكم خلال شهر الفضيل. دائما سلمى لازم نرجع بالتاريخ لورا ونسترجع الذكريات، واليوم رح نشوف أهم الأحداث يلي صارت بمثل هاليوم ب 28 آذار ضمن تقرير حكايات يوم. اليوم 28 آذار كثير من الأحداث مرت بتاريخ هذا اليوم. قراءة سريعة لذاكرة الأيام، مثل اليوم من عام 1939 استسلام العاصمة الإسبانية مدريد لجيش المتمردين بقيادة الجنرال فرانكو، وبعام 1984 منتخب العراق لكرة القدم يفوز بكأس بطولة الخليج لكرة القدم المقامة في عمان، ومثل اليوم من عام 2007 اكتشاف كوكب 4 الدب الأكبر ب، وبعام 2017 أمازون الأمريكية تستحوذ على شركة سوق دوت كوم الإماراتية إحدى أكبر منصات البيع عبر الإنترنت بالوطن العربي. ومن الشخصيات اللي أبصرت النور بمثل هذا اليوم من عام 1930 فيردمان، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل بالفيزياء بعام 1990. ومن الشخصيات اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 1976 علي أمين، صحفي مصري ومؤسس جريدة أخبار اليوم. وبعام 1982 ويليام جوك، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل بالكيمياء بعام 1949. ولح نروح لتقليد من تقاليد رمضان. أكيد يا عفاف ما بيمر هذا الشهر الكريم من دون ما نلمح ضوه، هو الفانوس يلي دائما بيعطينا علامة أنه الشهر الكريم إجا، هو فانوس رمضان. قصة هذا الفانوس خلينا نشوفها بالتقرير التالي. معلومات بتخلينا نوقف ونعيد التفكير بأكثر الأشياء يلي منستخدمها حالياً وهو فانوس رمضان، واللي بيعود أول ظهور إله بحسب روايات تاريخية للخليفة الفاطمي اللي كان دايماً يخرج للشارع بليلة رؤية هلال رمضان لاستطلاع الهلال،
وكان الأطفال يخرجوا معه وبيحمل كل منهم فانوس ليضيئوا له الطريق، معبرين عن فرحتهم بقدوم شهر رمضان. ورواية أخرى بتقول أنه ما كان مسموح للنساء بالخروج سوى بشهر رمضان، فكانوا يخرجوا وبيتقدم كل امرأة غلام بيحمل فانوس لينبه الرجال بوجود سيدة بالطريق. بتختلف الروايات، لكن الجدير بالذكر أنه أول من عرف باستخدام الفانوس برمضان هنن المصريين منذ قدوم الخليفة الفاطمي للقاهرة قادم من الغرب، وكان هالشي باليوم الخامس من شهر رمضان لعام 358 هجري. خرج المصريين بمواكب من رجال وأطفال ونساء حاملين الفوانيس الملونة لاستقباله، وبهيك تأصلت عادة الفانوس وأصبحت رمز رمضاني. بعدين انتقلت هالعادة من مصر لمعظم الدول العربية، وصار فانوس رمضان جزء أصيل من تقاليد هالشهر الكريم. صباح الخير عن جديد مشاهدينا. مثل ما بنعرف انه شهر رمضان المبارك بنستغله وبناخذ كل الوقت لحتى نعيد ترتيب اولوياتنا بشكلها الصحيح، ونكرس اغلب وقتنا لتعزيز الطاقه الروحيه بشكلها السليمه. واكيد ما بدنا ننسى كيف نقدر لحتى نقدر نبني قدراتنا من أول وجديدة، ونستغل هذا الشهر لحتى نعزز قدراتنا والمهنة ومن جميع المجالات بشكل الفعال والسليم بحياتنا ومهنتنا اليوم. يا سلمى، أكيد عفاف، ودائما بعض الناس بتختلف شوي بهذا المجال. صحيح. البعض بيحس أنه عنا خمول، ما عنا قدرة نشتغل شيء ونحن صايمين، لازم نرتاح أكثر، بيخاف أنه هو يعمل مجهود، إن كان مجهود عضلي أو مجهود فكري. ولكن مع العكس تماما، الصيام ممكن يساعدنا أنه نحن نقوي تفكيرنا، مو بس طاقتنا الروحية، نقوي تفكيرنا وأيضا نقدر نشتغل كل أشغالنا. كيف فينا نوظف كمان الطاقة الروحية الموجودة بهذا الشهر الفضيل لحتى نزيد إنتاجيتنا بشكل صحيح؟ وغير كتير من التفاصيل رح نتعرف عليها مع ضيفنا اللي صار بالاستوديو، الدكتور منير عباس، رئيس جمعية الموارد البشرية. يسعد صباحك دكتور، ينعاد عليك رمضان كريم. رمضان كريم. يسعد صباحك دكتور ورمضان كريم. خلينا بالبداية نعرف من حضرتك دكتور، يعني هو هذا الشهر معروف لحتى نقدر نحن نعزز كل طاقاتنا وتعزز كمان الطاقة الروحية، شو اللي بيخلي الناس هون تلجأ للتراجع والخمول والكسل عن مهامها؟ أول شيء شهر رمضان يعني هو شهر مبارك كله طاقة روحية مثل ما أنتوا ذكرتوا، وهناك يجب أن يكون بناء عقلي فيه. الميزة تبع رمضان أنه منظم جدا، يعني أوقات الأكل فيه وأوقات الإفطار وأوقات الإمساك كلياتها منظمة موحدة، فهذا الشيء بيعطينا مجال دائما أن يكون وقتنا منظم حسب هذا التوقيتات تبعته. هذا بيترك لنا مساحة كتير كبيرة من الوقت نشتغل على حالنا. نحن عنا على سبيل المثال مؤسسة إدارة الموارد البشرية عنا برنامج بناء القدرات للمتطوعين وكوادر المؤسسة دائما برمضان، فعنا شهر كامل كل تقنية أو مهارة نحن ناقصتنا منعوضها دائما بشهر رمضان، لأنه أوقاته منظمة جدا، نقدر نحط مساحة من بناء القدرات بتكون شغالة مع الكل. يعني ما في حدا ممكن يقول لك أنا لا في عندي عشاء أو في عندي غداء أو في عندي فطور، بتكون موحدة الأوقات على الأقل. هذا الشيء عم يعطينا مساحة كتير كبيرة، جربناها هذا ثالث رمضان وصارت نقطة جذب للآخرين. يعني تخيلي في عنا أشخاص ما بنشوفهم غير من رمضان لرمضان بس منشان الكورسات. يعني على سبيل المثال عنا كتير أشياء كمان عم نعملها أونلاين، عم بيكون في بعض المدربين موجودين خارج سوريا، عم نعمل بس منصة افتراضية وعم يجي حضور كأنك عم تحضري فيلم فيديو سينما وتفاعلي. يعني عم نعمل مثلا في عنا أسبوع الذكاء الاصطناعي، هلا مين ما كان عنده خبرة بهذا الموضوع من أي دولة بدول العالم من مريديننا نحن الأشخاص الموجودين وأعضائنا، فهن عم يعطونا بكل دول العالم، يعني بكل الدول خارج سوريا وشو هي وين وصلت وشو الأصوات وشو السهولات تبعتها. فنحن ما عاد اختصرنا أيضا بشهر رمضان مثلا على أشخاص يكونوا حقيقيين موجودين معنا فيزيائيا، نفتح المنصات وموجودين إحنا عم نتدرب. غير هيك بعد الإفطار في عندك مساحة كمان حلوة، يعني كمان الواحد بيكون بعد ساعة ساعتين من الإفطار بيكون هو شخص جاهز لتلقي معلومات. في ناس بتحب لزاوية التسالي بتروح بتتسلى بتحضر مسلسلات رمضانية، في ناس بتقلك لا أنا إجا هذا الوقت هالساعتين ثلاثة أنا بدي أعبي وقتي فيهم بطريقة أنه تنبنى قدراتي، وهذا عم بيصير إقبال بعد الإفطار كمان مثل قبل الإفطار. فأنا حاسس أنه بشهر رمضان هو شهر بناء القدرات، ماني حاسس أبدا هو فترة انتظار للإفطار وكسل أو أنه ما في طاقة عند الواحد أبدا.
يعني احنا ما بعرف كيف عم ينضى اليوم الحقيقه بين العمل الحقيقي تبع الشخص وبين زاويه بناء القدرات. انا بنصح الاشخاص دائما انه هذا الشهر هو شهر منظم باوقاته، يستغلوه وينظموا ايضا كل المهارات اللي ناقصتهم. عندنا انطلاقه عده مشاريع اللي احنا بتكون بعد رمضان بنقدمه، شغل العالم على حاله برمضان كانه طاقات كامنه روحيه وطاقات ايضا بالمهارات. اكيد. طيب دكتور خلينا نحكي شوي عن بعض الجوانب اللي هي ممكن تساعدنا لحتى نبني قدراتنا خلال الشهر الفضيل وممكن نستثمرها، اذا فينا هيك نذكر كمان امثله. تمام. هلا بعض الجوانب الهامه انه احنا دائما بتعرفي وقت يكون الواحد بغير شهر رمضان بيكون طول النهار شاغله عده امور تسالي بترتبط بالاكل وبالمثلا خلينا نقول بالمنبهات الزايده اللي هي هلا احيانا بنفتقدها باول اسبوع لحتى نقدر نعمل عمليه برمجه لنفسنا انه ما نتقبل المنبهات صباحا وننطلق بهالشيء. هذا الفراغ اللي هو تبع اوقات انت ما بتعرفي قديش بنجمع ساعتين لثلاث ساعات خلال ساعات الصيام هي كلها رايحة على شغلات، كلها أمور عبارة عن ديستراكشن لحنا ما بناخدها بعين الاعتبار. جمعي دقائق بيطلع معك ساعتين لثلاث ساعات فراغ، هدول الساعتين ثلاث ساعات دائما عندك وقت تعملي فيهم شيء، وفي أوقات بتوقف فيهم الحياة بتعرفي أنت تماما يعني ما عندي مجال تشتغلي، يعني هي أوقات منظمة جدا. هذا الوقت عم بيقلك إجباري روحي أنت وقلبي يومك ليوم تاني أو روحي وفكري بشيء تاني. عملية التواجد أيضاً اللي عنا عم بتكون ميسرة جداً برمضان، بريد ساعات الذروة أمور المواصلات مهيئة جداً عنا، يعني بتلاقي في حركة بطيئة فبتلاقي وصول المستفيدين دائماً لعنا لأماكن التدريب عم بتكون أسهل قبل ساعات الذروة اللي هي بدها تكون قبل الأفطار. فلحنا طبعاً لحنا نصرف الأشخاص المتدربين قبل بساعتين من وقت الأفطار مشان يكون في عندهم مساحة للوصول. فأنا عم شوف ناس منظمة جداً عندها مساحة من الوقت أكبر، عندها كل يعني كل ملكاتها معك برمضان، يعني هي جاهزة لتلقي أي معلومة، ما في أي نوع من الإلهاء اللي عم يفكروا فيه. فصرنا لحنا دائما ميزة بناء القدرات عم نحط هذا البرنامج حصرا مربوط برمضان، وبعد ما نخلص رمضان بنتمنى أن يكون في شهر شهرين مثل رمضان نكون منظمين فيه بالأوقات، لأنه هذا عم يعطينا مساحات كبيرة لإلنا، عم يعطي قدرات لحنا كمان. في أشخاص حعطيكي ميزة تانية، في أشخاص ما بيقدروا أيضا يتفرغوا ويعطونا المهارات غير برمضان، بيكون وقتهم سلو مثلا بالنسبة لهم، مو كتير عليهم طلب هدول المدربين بأوقات رمضان. بتعرفي بعض الشركات بتتجنب لأنه بيكون الأوقات قصيرة الدوام والوقت بيكون كتير مكثف ساعات العمل، فبيكونوا هدول المدربين فرصة كتير كبيرة كل أوقات فراغهم داخل رمضان. فإحنا بيكونوا نحن كتير من ثلاث سنين بيقولوا لنا ما حدا عم يستثمر الوقت قدكم، لأنه مستحيل تجولنا أنتوا خارج أوقات رمضان وتلاقونا بهي الأوقات من النهار في التدريب نكون متوفرين. فاستغلينا فرص كتير كبيرة لحنا، يعني حركنا سوق التدريب وبناء القدرات بأوقات كان منسي هذا السوق. بكرة بتلاقي بعد رمضان ضغط كتير كبير على نفس الأشخاص المدربين على نفس المصادر من التدريب، وبيقلك ما في وقت لا عند الموظف ولا عند المدرب أو مزود الخبرة أو المهارة. ذكرت دكتور أنه بادرتوا من خلال جمعية إدارة الموارد البشرية إلى تدريبات وكورسات للناس. اليوم ما هي التدريبات؟ شو عملت عناوين مهمة كانت؟ ومن كان أكثر المستفيدين من الفئات الموجودة؟ الحقيقة نحن كان في عنا ملتقى فرص عمل تم بشهر 11/2023 واجتمع أكثر من 50 مدير شركة ومدير موارد بشرية بسوريا، وأطلقنا مهارات الأكثر طلباً بسوق السوري وبسواق المجاورة مثل سوق دبي مثلاً والأسواق الدول العربية اللي هي دول الخليج. طلع معنا 36 مهارة رئيسية، أهم شيء عم ندرب على 12 مهارة الأولى منه اللي هي متطلبات لسوق العمل، قطعنا أشواط، طبعاً هي المهارات عم تتقدم بطريقة تستخدم بسوق العمل وليست كمهارة نظرية، يعني على سبيل المثال بعطيكي، هلا أكثرية أصحاب العمل بدهم يوصفوا أشخاص صاحبين قرار بيساعدوا على حل المشاكل واتخاذ القرار، يعني هلا حل المشكلات عندنا صار جزء من عمليه التوظيف. فالموظف الاعتيادي اللي كان من الاول عم يتوظف على مهاراته، واحده من الاشياء اللي يختبر عليها بمقابله العمل هل تستطيع على حل مشكله وتقديم مبادره وراي لاتخاذ القرار، بيكون هذا عامل جذب له وبيكون علامه له بتاهله وبتثقله انه ياخذ الوظيفه. فالان اصحاب الاعمال عم ينادوا للشركاء وليسوا موظفين عاديين، يعني صاحب العمل
العمل بتمنى للموظف اللي عنده يفكر معه بطريقة أنه يكون فيه هو مولد للدخل وليس هو عبء إداري على أصحاب الشركة. هي واحدة من المهارات، بس عم نعطي هي المهارات كلياتها بطريقة قريبة لسوق العمل وليست نظرية. يعني من قلك بتقولي هذا العنوان إدارة وقت، ما من قلك أنه الوقت مؤلف من أوقات كذا وأوقات كذا أنه زروة وكذا، لا، من قلك إدارة الوقت هي أن تديري الوقت بشكل منظم وتستخدمي لصالح الشركة ببناء قدراتك وبناء قدرات الشركة. يعني عم نعطي المفاهيم، غير هيك عم نصور ريلات مدتها كلها دقيقة ونص، عم تكون عبارة عن ترويج للمهارات خفيفة على الحضور. في حال بدك تعمق فيها أكثر بتحضري كورس فيها أكثر. يعني عم نواكب شوي صغيرة لغة العصر، إنه الإنسان مثلا واحدنا بيحب يتابع شغلة كتير قصيرة، إذا حبه ممكن يروح للرابط تبعها ويبني قدرات فيها. وعم تلاقي تفاعلات مخيف التفاعل، مو بس هيك. بدي أعطيكي بس ملحوظة صغيرة، إنه السوق السوري هون بما إنه صار مورد للعمالة للسوق الخليج، فعم تلاقي الإقبال من برا ومن عنا. يعني كلياتهم، حتى في ناس تشتغل مثلا بدول مجاورة ما عندها الوقت ولا القدرة المادية تحضر كورسات غالية بتكون، فبتلاقيهم عم يتوجهوا عنا. يعني عنا احدى الكورسات الحضور كان من اوروبا بنسبة 40% من شبابنا الموجودين برا باوروبا، ومن دول الخليج اكثر من 22%. يعني الباقيين كلياتهم 38% كانوا من داخل سوريا فقط. اكيد. طيب دكتور منير، خلينا كمان نحكي عن فكره كثير مهمه. اليوم حضرتك قلت انه صرنا عم نستخدم الاونلاين حاليا لحتى كمان نشتغل من خلاله مع كل العالم الموجودين سواء بسوريا او خارج سوريا. اهميه مثل هذا الشيء وقد ايه يمكن كمان فتح مجالات واسعه لعملكم لينتشر خارج سوريا ايضا. تماما. هلا مثل ما حضرتكم بتعرفوا انه ما قبل الكورونا غير ما بعد الكورونا، الفتره اللي هي قعدنا فيها ببيوتنا برزت أهمية العالم الافتراضي. أكيد. رجعنا لحنا كلياته وتعافى العالم كلياته، بس ما عاد قدر يتعافى من عملية الاستفادة خلال العمل عبر الانترنت. فهلأ غير العمل عبر الانترنت أصبح التدريب ضروري. هلأ لحنا بكل ورشاتنا التدريبية صارت متزامنة، يعني لحنا بنشرح وعنا حضور صفي مثل عادة تدريب، وعنا أيضا ناس بتحضر من بيوتها، نفسهم اللي قاعدين بالصف يمكن الأسبوع اللي بعده يكون عندهم مشاغل ما يقدروا يحضروا، حيكونوا هن وراء الأونلاين وأشخاص تانين يحضروا معنا. هالمرونة هي عطت كتير مجال واسع للأشخاص، إنه ما عاد في حجة إذا أنا كنت مشغول أنا ما أحضر كورسات وطور بنفسي. وغير هيك عم نعطي ريكوردينج، يعني جلسة عم تضل مسجلة 3 شهور، يعني أنت ما حضرتيها هلأ بتراجعيها ببيتك أكثر، تقدري تحضريها على وقتك، يمكن تكون هي محل زاوية مسلية كانت عندك. فالأونلاين عطى أريحية بشكل خاص للناس الوركينج بيبول اللي هن بيشتغلوا بنفس الوقت منتجين وبنفس الوقت ما عندهم وقت يطوروا حالهم، فهذا عطاهم مساحة حلوة كتير. وعم بيصير تزامن، مثلا في كتير أشخاص ما بنقدر نحصل عليهم هن بريد سوريا، عم يفضلنا زوايا من وقتهم وعم تنعطى أونلاين. فلحنا عم بيكون لحنا بس هي أنت منصة جيدة بتكون بيئة افتراضية جيدة، الحضور مرتاح، أمني عملية تواصل لكل الحضور، والحمد لله هلأ صارت عم تتوفر كل فترة عم نلمس شيء أفضل. يعني التقنيات كلها عم بتعاصر هذا الشيء، عم بتواكب. هلا ان شاء الله احنا بعد فتره قصيره كثير يعني صرنا نسعى وراء الفايبر، انه يكون في عنا تمديدات مستقره للانترنت، بحيث انه تكون في عنا شيء مستقر غير انه يكون وراء الفورجي والشغلات اللي هي غير مستقره احيانا. فهذا الشيء عم يعطي جدوى كبيره، شريحه المتدربين اكبر، عم يصير في حضور عالمي، بتصير الكورس حتى لو محلي بالطابع بتلاقي انترناشونال بالحضور. طيب اليوم شو في هيك أهم نصيحة ممكن تعطيها لكل الشباب والصبايا اللي بدهم ينضموا لسوق العمل، اللي عندهم مهارات اللي عندهم قدرات بدهم ينموها، وممكن هاي النصيحة كمان تصحح معلومات تكون خاطئة بالنسبة لهم؟ أنا بنصحهم إنه هلأ ينطلقوا من شهر رمضان، نحن شهر غذاء الروح والطاقة والعبادة، وبنفس الوقت جزء كبير من عبادتنا هو تطوير أنفسنا. فهلأ من هلأ من شهر رمضان يبلشوا يحضروا كورسات، المنصات الافتراضية عم تحقق لهم هالميزة بشكل كتير احترافي، عم بيشوفوا أفضل المدربين وأفضل الكورسات متاحة لهم من خلال العالم الافتراضي.
فما يستاهل ما يعني ما يستقلوا ابدا بهي المزيه اللي عم ياخذوها، يجهزوا حالهم كثير. ما في شيء اسمه شهر انا بكامله قاعد بالبيت لانه انا محروم من القهوه او انا رايحه طقوسي اللي انا كل يوم عم بتسليني، بالعكس برمج حالك كثير. الشيء الثابت الوحيد بعالمنا هو التغيير، فانت اعتبر اول تغيير انت عم تتبرمج معه هو عمليه الشيفتنج، عمليه المناقله باوقات رمضان. فانت هالمساحه الواسعه جدا طور حالك فيها، ما عاد صح لك ابدا بغير خارج هذا الشهر. نظم وقتك من الآن وانطلق بمهاراتك، ولا تستقل بأي مهارة تقول أنا أخذتها قبل هيك بدي شو بدي أقدم لي شيء جديد. كل مدرب وكل عملية تدريب تضيف شيء جديد ما مر عليك بالتدريب سابق. أكيد. طيب دكتور منير، كمان خلينا نحكي اليوم في كتير شباب بلشوا مشاريعهم من خلال السوشيال ميديا، ونحن بنعرف أن جمعيتكم بتدعم كل المجالات وبالأخص اللي شغلهم أونلاين. هل في شيء جديد ممكن قريباً نشوفه بهذا المجال؟ الحقيقة أطلقنا كورس بسيط كان هو عبارة عن صناعة محتوى. صناعة محتوى هي الناس اللي بتعرفها بس هي عملية صياغة وريفريزنج وكتابة ونشر على البوستات. لا، اللي احنا عم نطلقها بطريقة تكون متكاملة، مونتاج، عملية صياغة فكرة، تسويق إلكتروني، عمليات كلياتها، كيف تروحي تخلقي حضور، كيف تصنعي محتوى يقدر يجذب شريحة بدك إياها، يعني تتوجهي وتوجهي بنفس الوقت. هذا كورس صعب كتير كان لأنه زواياه كتير متكاملة، بيطلع منه الشخص ممكن يدير صفحات إلكترونية لمواقع ولشركات كبيرة. الحمد لله في عنا قصص نجاح، في أشخاص كتير تخرجوا هن رواد أعمال وهلأ هن يعني من امتنانه للمؤسسة عم يدربوا معنا مجانا لزملائهم أيضا لعملية نقل الخبرة هن. بالنسبة له السوق متعطش جدا لهي المهن، وصارت الأمور يعني كنا دائما أنا بحسدهم لهذا الجيل إنه عندهم شريحة من الزبائن بالملايين بفتح صفحة إلكترونية. إحنا بدك ترخصي الشركة ولحتى تصنعي زبائن يتعرفوا عليك كنا نقطع أشواط وأزمان كتيرة، يعني هلأ متوفرة بكل سهولة. هلأ بوست صغير يعمل ترند صغيرة ويقدر هذا المنتج يوصل للناس الحقيقيين، بتلاقي صار عندك فولورز، صار عندك قاعدة. صحيح. وصار عندك انتشار، أحيانا بيوصل فيروسي فيرال، بتلاقي ملايين الناس عم بيتابعوا بس شيء معين كان متميز عندك. فهلأ دائما الصراع اللي احنا عايشينه والحرب اللي احنا عايشينه حرب الريادة. شوفي عندك أفكار جديدة، ما عاد في مجال وليس هناك سوق للأفكار البالية المتقادمة. هلأ احنا كل واحد لازم يطور حاله عشرات الأضعاف عن قبل، لأن صار سوق متسارع جدا متعطش لأي شيء جديد. انصحهم هلأ حتى بالإضافة لمهاراتهم لطبيعة عملهم يطوروا الجزء الإلكتروني منه، لأنه ما عاد في مهرب منه نهائي. أكيد، لأنه هاي لغة العصر. بالنهاية بدنا نشكرك دكتور، شكرا لك ولكل المعلومات اللي قدمت لنا. شكرا لكم، رمضان كريم، كل عام وانتم بخير إن شاء الله. أما هلأ عفاف رح نروح لمحطتنا اليومية اللي الكل بيستناها وهي المحطة الطبية اللي بنحكي فيها عن كثير من المشاكل الصحية، ويمكن بنعطي نصائح للبعض. اليوم خصصناها للمشاكل الهضمية، طبعا من أكبر المشاكل والأكثر شيوعا حاليا واللي كثير ناس بيعانوا منها هو الكولون العصبي. يمكن صعب كثير تشخيصه، البعض بيخطئ بهذا الموضوع، ولكن دائما أصحاب المرضى اللي بيكونوا بيعانوا من الكولون العصبي بيكون عندهم آلام كثيرة، مشاكل وتدخلات كثيرة، وخلال الشهر الكريم أكيد بيكون لهم حصة من بعض المشاكل إذا ما اتبعوا أنظمة غذائية صحيحة. تماماً يا سلمى، واليوم أنه في كثير من الدراسات اللي صارت حول تأثير الصيام على القولون العصبي، وخاصة الصيام المتقطع وتأثيره، ومن خلال هاي الدراسات كلها تم اكتشاف العلاقة بين أعراض الصيام المتقطع والقولون العصبي، وكان من الواضح تأثير الصيام على القولون العصبي بتفاوت بشكل كبير عند الأشخاص يلي بيعانوا من هاي المشكلة، وكانت أكيد النتائج بتختلف طبعا لكل شخص ودرجة الإصابة بهذا المرض عنده. واليوم رح نحكي عن هذا المرض وشو هي المعلومات الطبية الصحيحة، وطبعا أكيد خلال فترة شهر رمضان المبارك شو هي النصائح وكيف نقدر نحن نصوم، وهل الصيام ممكن يعالج هاي المشكلة أو يزيد منها. كل هاي التفاصيل مع الدكتور منصور ناصر الدين وهو اختصاص بأمراض الجهاز الهضمي. صباحك دكتور ورمضان مبارك. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش مع حضرتك، كتير نسمع عن الكولون العصبي وفي ناس مجرد ما يوجع معدتها بتقول أنا معي كولون عصبي، بتحسس بتوتر. شائع المصطلح، ولكن ما الكل اللي بيعرف شو هو فعلا الكولون العصبي وليش هو شائع بين الناس؟
يعني بداية سلمى وعفاف صباح خير. تحياتي لكم، رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. ومن خلالكم لكادر البرنامج وللإخباري السوري، ومن خلال الإخباري السوري لعموم الأخوة المشاهدين، رمضان كريم على الجميع، وإن شاء الله كل سنة وأنتم سالمين. موضوع الكورونا العصبي موضوع شائع جدا، ونحن بنقول أنه هو تقريبا بيمثل 70% من المرضى اللي بيراجعوا العيادات الهضمية، و70% يعني 3 أرباع مرضانا تقريبا، رقم كبير. فرقم كبير طبعا. تسميات كثيرة، الكولون العصبي والكولون المريض وإلى آخره، يعني في كثير من التسميات. التسمية الطبية لها المرض هي عبارة عن متلازمة الأمعاء المتهيجة الإريتيبل باول سيندروم. وليش الأمعاء؟ يعني هو مش بس الكولون، كل شيء فيه بالعضلات الملس بيكون في عنا سوء بوظيفة هذه الأحشاء اللي هي الكولون والأمعاء الدقيقة، وأحيانا المعدة، وأحيانا الحالبين تبع الكلاوي، وأحيانا بكون الرحم والملحقات. فكثير أحيانا بنشوف أعراض نسائية عند اللي عندهم هالمتلازم. بس لأنه الكولون هو العضو الأكبر، هو العضو اللي بيعبر عن حاله أكثر شيء، فبتتسمى الكولون العصبي. المتلازم مثل ما قلنا واسعة الانتشار، أعراضها كثيرة، بيشكوا منها المرضى بشكل كبير، بتأرق حياتهم، تزعجهم وبتطول. ومجرد أنه استمرت فترة بيخلق عاد الاستمرار هذا شكوك عند الشخص المصاب أنه لا يكون عندي كذا ولا يكون عندي كذا، وبلكي هي بتتحول لشيء مش منيح، وهذا بيدخله بدوامة القلق والتفكير والسترس باللغة الطبية. وطبعا السترس بيزيد الأعراض، والأعراض بتزيد القلق، وهناك ندخل بما يشبه حلقة معيبة رح نكسرها نحن بموضوع التطمين للمريض، وبموضوع الحمية، وبموضوع تعديل النمط الغذائي والصفات. يعني هذا إذا بدنا نحكي هيك يعني مقدمة صغيرة عن موضوع الكورونا العصبي. بنيجي عاد نحن لموضوع الصيام وربط الموضوعين مع بعضهم. الصيام مثل ما بنعرف، مثل ما أثبتت الدراسات كثيرة، أنه هو عم بيحمل شيء صحي للجسم البشري، وهالصيام هذا يعني بيحمل فائدة صحية للجسم، وبيحمل فائدة صحية للنفس، بيعود الإنسان على الصبر وعلى تحمل الصعاب كشخص، وبيعود المجتمع كمان على أنه يشوف معاناة الآخرين. انتوا بتعرفوا نحن بحرب على سوريا صار لها أكثر من 13 سنة، وفي معاناة عند كثير من الناس، وهي الصيام نحن من أول فوائده أنه عم بيخلي الناس تشعر بشعور الناس اللي ما عم تتأمن لهم لقمة طعام اليومية، أو عم بيعانوا ليأمنوا لقمة طعام، بالإضافة لشخصيا عم تعود الإنسان على الصبر وتحمل الجوع، وهذا بيروض النفس وبيقويها هذا نفسيا. أما جسديا الصيام عم بيريح الأنبوب الهضمي إذا صح التعبير، لأنه نحن عم ناخذ ساعات متواصلة هالأنبوب الهضمي ما عم بيقوم بعمل. مع الأسف أنه بالسابق في عنا تناول طعام مش بشكل منتظم، أحيانا ثلاث وجبات وبيناتهم بيأكل واحد هون وبيأكل من هون، وبين الوجبتين بيأخذ له وجبة صغيرة أو سناك صغيرة، فتلاقي أنه الأنبوب الهضمي يعمل بشكل مستمر طيلة اليوم. في فترة الصيام عم نعمل إراحة للأنبوب الهضمي، عم نسمح للخلايا ولبطانة الأنبوب الهضمي، مثلا بطانة المعدة بتتجدد تقريبا 300 مرة باليوم، عم نسمح للأنبوب الهضمي يجدد نشاطه، يجدد الخلايا تبعيته، يتخلص من الفضلات والمواد التالفة. عم نسمح للغدد اللي عم تفرز أنه تريح حالة شوي، تفرز هالمواد اللي بتساعد على الهضم. فهو عم بيأمن راحة وصحة للأنبوب الهضمي بشكل عام. ذكرت دكتور أنه الستريس ممكن يكون هو يزيد الأعراض بشكل كتير كبير، ولكن خلينا ننتقل للأسباب. ممكن يكون الستريس سبب من هاي الأسباب، وقد ممكن يكون العامل الوراثي له علاقة بالإصابة بهذا المرض؟ يعني بالنسبة للستريس هو عامل أساسي بموضوع المتلازمة الأمعاء المتهيجة. القلق والتفكير، نحن بتعريفنا لحد هلق متلازمة الأمعاء المتهيجة هي مرض وظيفي، يعني في خلل بوظيفة الأحشاء. يعني ما بنيجي نقول في شائع عم بيقولوا أنه مرض نفسي، يعني المرض النفسي العميق هذاك له صفات مختلفة. فينا نقول مرض وظيفي، العصاب والشدة والتفكير والحربصة، يعني اللي بنسميها نحن
مو اللي بيصيح وبيفرغ الشحنات لبرا، اللي بيحبس لجوه بيبلع لجوه، هذا بتتشنج أحشائه وبصير في عنده كولون عصبي. فدوره أساسي. في عنا مراكز بالدماغ بتفرز وسائط كيماوية، هالوسائط تأثر كثير بانفعالات الشخص. ولو جبت لكم مثال بسيط، مثلا اللي بيقولوا اللي بيروح على الفحص احيانا بصير في عنده اسهال من القلق ومن التفكير، هي شائع بين الناس، معروف اللي بيبقى قاعد حط خطيبته بصير يدق قلبه اكثر. فهل النتائج العضويه اللي بتنتج عن فعل نفسي بتاثر عليها منطقه موجوده بالدماغ، تفرز هالوسائط بتخلي الاحشاء او الجسم يرد عليها بشكل عملي. لو جينا لفكرة شو معنات يعني المرض الوظيفي، أنا بحب أوضحها هيك بمفاهيم بسيطة. يعني لو جبنا مثلا مثال أنه الطلاب اثنين ما كتبوا الوظيفة عند بمدرسة، لما إجت الآن سألت حاسبهم لقت الطالب الأول مكسورة إيده اليمين ومجبصني، ما قدر يكتب الوظيفة لأنه في مرض عضوي، في خلل بإيده فما خلته يكتب الوظيفة، هذا مرض عضوي. بس الثاني ما كتب الوظيفة، ما عنده خلل، ما عنده مانع، بس ما قام بوظيفته بشكل مضبوط. هذا اللي بنحكي عنه المرض الوظيفي. فالمرض الوظيفي ما عندنا خلل أو عطل كبير أو خلل عضوي كبير، وما عندنا خطورة. بحاول أنا بسط الأمور للمرضى اللي بيراجعوني وللأخوة المشاهدين مشان نوصل لفكرة كثير مهمة، إنه هذا المرض بما أنه وظيفي فهو ما في خطورة، ما بيتحول أهم شيء لسرطان، لأنه لما يتأخر 6-7 شهور والمريض عم بيعاني وما عم بيتحسن، عم بياخد علاجات، عم بيزيد القلق، عم بيزيد الأعراض، فعم بيدخل برأسه أنه قد يتحول هذا المريض بشكل سلبي. أول شغلة بننبه عليها الأطباء اللي بيتدربوا عنا، أنه أول شيء طمن المريض، طمن مريضك أنه هذا ما بيتحول، هذا مرض مزعج صحيح بيستمر فترة طويلة، ممكن نتخلص منه، له علاقة بانفعالات الشخص، إذا دخلت على أزمة أو على شدة ممكن يرجع ويتكرر، بس ما تخاف منه، مجرد أنك ارتحت. ومنيجي للمثل اللي نحن بنقوله كثير هيك، يعني بنقوله كثير أحيانا بنردده للمرضى اللي بيجونا، بنقوله طنش تعش تنتعش، يعني روق بتلاقي أنه ارتحت من كثير من أعراض الكولون العصبي. طيب دكتور، كمان بنلاحظ بعض هاي الأعراض بتزيد بشهر رمضان المبارك، وخصوصا بعد الإفطار عند بعض الصائمين بحسوا شوي بألم بالمعدة، تلبك أول ما بياكلوا، انتفاخ بقول لك ما أكلت لأمتين ثلاثة حسيت حالي شبعت وما عاد قدران أكل، كأني أكل الطنجرة كلها مع أنه صحني هالقد قده. هل هي الأعراض هي مؤشر أنه هذا فعلا هو الكولون العصبي أو لا هي مرتبطة بمشاكل أخرى هضمية؟ طيب كثير حلو السؤال والفكرة، لأنه بدي مر من خلاله على مفهوم. نحن عم نجي بنعمل إفطار هائل، يعني عم نجي نتناول كميات كبيرة من الطعام، يعني بنعمل عدة أنواع من الطعام، طعام غني بالشحوم بالكوليسترول، وبعديها في وجبة حلويات مصنعة بالدسم، فهذا عم بساوي إرهاق للأنبوب الهضمي. أولاً عم نفقد فائدة الصيام أو فكرة الصيام اللي هي بالأساس للمنفعة الجسدية والنفسية. لما نجي نحن بعد هالجوع نتناول كميات كبيرة من الطعام، هالطعام في كثير أحياناً عم بيكون من الدسم غير المشبع اللي عم بيسوي لنا عسر هضم بيبتلي البطن، ومنضلنا كل فترة اللي هي بعد الصيام مرهقين وتعبانين، وبمر علينا يوم مش كويس، يعني يوم بنحاول انه ننساه قد ما انه تعبنا لحد ما يجي موعد السحور. طبعا الموضوع ببلش ببساطة، انه نحن لما بدنا نتناول الافطار بعد صيام وبعد جوع خلينا نكون معتدلين باكلنا، يعني نتناول كمية بسيطة من الطعام، بفضل الطعام الطازج، الفواكه الطازجة محل الحلويات اللي ممكن مصنوعة بالسمن البلدي وغيره، نوع أو نوعين من الطعام، التنويع كويس بس مش الإفراط بالتنويع كميات كبيرة من الطعام، هالطعام ما يكون في كميات كبيرة من الدسم والكوليسترول اللي هي راح تساوي عبء على الأنبوب الهضمي اللي كان مرتاح وعطناه كمية أو جرعة كبيرة من الطعام بده فترة طويلة ليهضمها، فبده يضله الشخص حاسس باللي بنسميه ديسببسيا وعدم ارتياح. هذا بغض النظر عن كان الشخص
عنده متلازمة الكولون العصبي اللي سمتها أو متلازمة الأمعاء المتهيجة، ولا كان شخص طبيعي. حتى الشخص الطبيعي بده يعاني، إذا كان عنده متلازمة الكولون العصبي بده يعاني أكثر، خصوصا أنه هالكولون حساس لبعض الأنواع الأطعمة اللي لسه رح ننوه لها نحن من خلال الحميات. فبده يكون الفترة اللي هي بعد الإفطار يعني معاناة بالصيام لنوصل للإفطار، ولما بيفطر بيعملنا معاناة ليوصل للسحور. صحيح. وبالتالي نخسر الفائدة النفسية والجسدية لشهر رمضان المبارك وللصيام، وبيكون شهر معاناة بدل ما يكون هو شهر محبة وشهر خير وشهر سلام للنفس وللبدن. نعم. هلأ تعرفنا على الخطوات الصحيحة اللي لازم ما نتبعها، خلينا هلأ ننتقل للسلوكيات الخاطئة اللي بيتبعوها الناس يلي بيصوموا وممكن بنفس الوقت هي تزيد من تهيج القولون العصبي عندهم. شو هي السلوكيات الخاطئة اللي لازم يبعدوا عنها؟ لو بلشنا من اللي انتهينا معه، الاكثار من كمية الطعام الكبيرة بعد جوع، كمية عالية الدسم، هي كلها راح تأثر على الشخص السليم. فإذا كان الشخص بالأساس عم بيعاني من أمراض، مثلا إذا كان في عنده حصيات بالمرارة، طبعا رح ندخل إنه إذا سمح الوقت بإنه ببعض الحالات الصحية إنه هون يعني ضروري إنه نضبط موضوع الإفطار مثل ما نضبط موضوع الصيام، ولازم في بعض الأمراض مثل القرحات الفعالة إنه قبل ما يصوم الشخص يسأل طبيبه وياخذ موافقة طبيبه على الصيام، لأنه أحيانا بيكون الصيام له فعل على المرضى مش كويس صحيا. فإذا الشخص السليم لازم نعمل اعتدال. ثاني شيء شرب المياه مع الطعام، يعني أحيانا الواحد بيبقى عطشان بيجي الإفطار بيأكل بيشرب معه. ما بتعمل كرش دكتور؟ كميات ما بتعمل كرش؟ طبعا أكيد شرب المياه مع الأكل، شرب المياه مع الطعام والنوم بعد الطعام، خاصة بيبقى تعبان كل النهار فبيأكل كميات كبيرة تلاقي ينام، هذا راح يأثر على هو من أهم مؤهبات البداني. غير هيك في عندنا مثلا بعض الممارسات الخاطئة، أنه قبل السحور مثلا ببلش واحد أنه يشرب كميات من المية كبيرة كثير مشان أنه ما يعطش بفترة الصيام. هذا الكلام يعني الكلية راح تطرح المية الزايد، نحن بيكفي أنه نشرب بشكل معتدل، ما نشرب من العصائر اللي علق اللي هي صناعية مثلا واللي فيها كميات من السكر، لأنه هي راح تعطشنا أكثر. ممكن أنه نتناول مثلا فنجان قهوة بسيط، هذا بيساوي شبع، حس بالشبع خلال فترة الصيام. بالنسبة لمرضى متلازمة الكولون العصبي، القهوة قد يكون إلى فعل مهيج وقد يكون إلى فعل بيشنج له كولونه من بعد عنا، بس الإنسان طبيعي فيه ياخذ فنجان قهوة فقط مش دلي، لأنه هذا طبعا الإكثار شيء بيضر. فيعني ببساطة تنويع، الاعتدال بالطعام، عدم شرب المياه مع الطعام، الحلويات اللي بتجي بعد الوجبات هذه خلينا نستغني عنها وناخذ محلها الفواكه الطازجة والفريش اللي بتأمن للشخص السكر داخل البناء اللي هو بفوت من غير وسيط على داخل الخلية وما بيحتاج انه الجسم يصرف طاقة ليدخله، وبيخلي الواحد يشعر بشبع وراحة. في احيانا ننصح طبعا هسه الحمد لله انه اجى رمضان بفترة ما في شوب كثير مشان العطش، بس بننصح بتناول عرق السوس، هذا بيساوي شعور بعدم العطش لفترة طويلة، طبعا بشرط انه الشخص ما يكون عنده ارتفاع توتر شرياني، لانه هون عرق السوس ممنوع. نعم. اكيد. طيب دكتور خلينا نحكي شوي على النمط الصحي اللي احيانا بشكل مشكله عند مرضى الكولون ونوعيه الغذاء نفسه. يعني الشائع انه الناس بتتضايق من البقوليات لمرضى الكولون من بعض انواع الماكولات، هذا الشيء كيف ممكن يكون برمضان؟ فجاه ممكن الشخص احيانا مثلا هو بياكل سلطه بالعاده فجاه يحس انه هي عم تزعجه، فشو النمط الغذائي اللي انت بتنصح فيه؟ رح ندخل على هالموضوع من خلال الحمية تبع متلازمة الأمعاء المتهيجة. يعني الحمية بتبلش انه من التهدئة النفسية والتطمين اللي حكينا عنه للحمية الغذائية. الحمية الغذائية بدنا نتجنب البقوليات اللي حضرتك قلتي عنها واللي هي ممكن انه تساوي تمدد بالكولون ونفخة وأعراض مزعجة وألم بطنية. الحبوب بكل أشكالها أحيانا بنمنع الشخص عنا بضمن رمضان أو برات رمضان، ما عدا الرز بنسمح فيه.
بعض الألياف اللي نسميها ألياف طويلة مثل الفجل والملفوف والزهرة والبقدونس والملوخية. رح يزعلوا مني الصائمين، يعني بدنا نخفف منها. بيجي عندنا بعض المشروبات اللي قد يكون لها فعل منبه، وحكينا عن القهوة، الشاي الثقيل اللي شاي مركزي، مشروب المتي الثقيل يعني بالكاسات الأولى. الحليب قد يكون له فعل مزعج عند بعض الناس، في عندنا نحن نسبي في عنده النقص بالخميرة اللي بتهضم سكر الحليب، فبتزيد الأعراض، تسوي لنا نفخة وبتسوي لنا إزعاج. بالنسبة للخضار والفواكه الثانية عم تحكي عن السلطة، بالعكس السلطة كثير مفيدة بشرط أنه ما تحوي على هاي المواد مثل البقدونس مثلا، إذا النعناع كويس، البندورة كويسة، هالخضار هدول بيريحوا الأنبوب الهضمي عند مريض متلازمة الأمعاء المتهيجة. هلأ بيجي هذا الطعام الثاني، نحن بشكل عام منقول نقلل من الدسم، ناخذ الدسم اللي هو دسم نسميه غير مشبع مثل الزيوت، الزيوت بيكون لها فعل كثير جيد وكويس على الأنبوب الهضمي. زيت الزيتون العادي بناخذه بشكل ني، زيت عباد الشمس هذا للقلي، في حال نحن استخدمنا الزيت وقلينا فيه عدة مرات متكررة بيتحول لدسم مضر، فبالتالي يعني يصير كأننا أخذنا من الدسم اللي هو السمن أو الدهن أو توابعه. بدنا ما في مانع طبعا، الدسم دوما بيعطي حلاوة للطعم، ما في مانع ناخذ ولكن باعتدال. الوجبات الثانية يعني بالنسبة لمثلا المشروبات اللي الكحولية وهيك ما بننصح فيها أبدا، وهلق رمضان كريم على الجميع الحمد لله، هسه نحن معنا انتشار لهالمشروبات هي منتشرة ببلاد غير بلادنا العربية الإسلامية. والغازية دكتور؟ والغازية دكتور؟ المشروبات الغازية هلق بشكل عام المعدة تفرغ محتواها إذا تمدد الجدار، مجرد تمدد الجدار شوي بتفرغ المعدة محتواها، فإذا شرب الواحد كمية بسيطة من المشروب الغازي هذا رح يتمدد بالمعدة بسهلنا إفراغ المعدة، فرح يشعر الشخص أنه ارتاح. في كثير ناس بيقولوا لك هاي يعني المشروبات مريحة إلي يا دكتور، في حال أنه شرب كميات أكبر بيتنبه هرمونات بالمعدة معاكسة للهرمونات اللي بتفرغ المعدة، فبالتالي بيصير في عنا عسر هضم أكثر، غير أنه كأنه نحن عم نعطي سوائل مع الأكل فعم مدد العصارات الطعامية. شرب كمية بسيطة أنا ما عم بمنع المرضى منه، كونه مثل ما بلشنا كمان بالدسم كمية بسيطة هذا موضوع ديليشس، يعني بيعطي طعام جيد النكهة وما رح نحرم منه الأخوة المشاهدين، ولكن الاعتدال بيظل هو المبدأ الأساسي تبعنا. طيب دكتور بختام فقرتنا معك، أهم النصائح يلي بتحب توجهها اليوم لكل المشاهدين؟ يعني بخلال كلامنا حكينا كثير من النصائح بس رح نوجزها. رح نبلش إنه إذا كان الشخص يعاني من أمراض قبل رمضان المبارك خليه يراجع طبيبه وياخذ موافقة منه على الصيام، مثلا إذا كان في عنده قرحفة عالية، إذا كان في حصيات بالمرارة يسأل طبيبه رح يعطيه حمية، وبالتالي بيمر الصيام بشكل مريح له صحيا على جسده وعلى ذاته. بالنسبة للأشخاص العاديين أو الأشخاص اللي عندهم متلازمة الأمعاء المتهيجة، طبعا من ضمن الأشخاص العاديين بالإضافة للحمية تبعيتهم لازم نحن ما نكثر من الدسم اللي هو كميات كبيرة رح يسوي لنا عسر هضم، فبتتفاقم الأعراض وبحس كأنه رجعت له المتلازمة. شرب المياه مع الطعام مثل ما أسلفنا، تناول كميات كبيرة من الحلويات والسكريات، تناول مشروبات محلات على أمل أنه تخلينا ما نشعر بالعطش عند السحور، لا خلينا نشرب مي باعتدال، وإذا شربنا بنشرب عصير فواكه طازج لأنه هذا مثل ما قلنا بيحوي على السكر الداخلي البناء اللي هو ما بيكلف الجسم أي طاقة. بالنسبة للعادات اللي هي بنعتبرها نحن غير صحية، يعني النوم بعد الطعام من العادات الغير صحية خلينا نتجنبه. ممكن كثير أحيانا الأشخاص عم بيفيقوا على السحور بعدين بياكلوا كمية كبيرة بعدين بيرجعوا بيناموا، هي عم بيسوي لنا يعني تخزين
منتجات الغذاء وبأهبل البدني اللي هي مثل ما قلنا نحن بالأساس البدني هي مرض. يعني بالعامية بيقولوا لك عنده صحة، لا هي عنده قلة صحة. البدني هي مصنفة من ضمن الأمراض واللي بتقود لكثير من الاختلاطات على الجسم. خلينا نتجنب أنه نحن بعد الأكل ما ننام مباشرة، نكون بكون مرتاحين. بالآخر أنا بتمنى لكم رمضان مبارك وصيام مريح سعيد، وإن شاء الله كل سنة وأنتم سالمين. وأنت سالم يا رب. دكتور شكرا لك وعلى كل النصائح اللي قدمت لنا إياها، ولوجودك معنا ينعاد عليك. شرف فيكم حبيبتي. أكيد السلامة للجميع، ولك دكتور شكرا لك ولكل النصائح اللي قدمت لنا إياها. شكرا. أما هلا مشاهدينا مكفيين معكم لفقراتنا، ولكن رح ننتقل إلى مدينة الحسكة، وأكيد الخير له وقعه الخاص خلال شهر رمضان المبارك. وبهذا الشهر بمحافظة الحسكة نفذت المؤسسة السورية لعلاج سرطان الأطفال ورعايتهم بالمدينة مبادرة خيرية شملت عدد من الأطفال المصابين بمرض السرطان والتلاسيميا، وذلك ضمن حملة تشارك بالخير. وأكيد التفاصيل أكثر رح نتابعها ضمن هالتقرير مع مراسلنا أحمد الحمدوش. بمناسبة شهر رمضان المبارك وضمن حملة تشارك بالخير، نفذت المؤسسة السورية لعلاج سرطان الأطفال ورعايتهم في مدينة الحسكة مبادرة خيرية شملت عددا من الأطفال المصابين بمرض السرطان والتلاسيميا. محافظ الحسكة بيّن أن المبادرة تأتي ضمن الخطة الحكومية لتنسيق الجهود خلال الشهر الكريم من أجل التخفيف من معاناة الأسر والتقديم ما يحتاجونه. ضمن الخطة الحكومية بشهر الخير، بشهر البركة، بشهر رمضان الكريم، كل الفعاليات الخيرية والإنسانية والجمعيات والمنظمات اللي بتعنى بهذا الشأن كان لها مبادرات بناءة وكان لها مبادرات إيجابية. تضمنت المبادرة توزيع أكثر من 100 سلة غذائية لعوائل الأطفال المصابين بالأمراض والذين يستفيدون من الخدمات العلاجية التي تقدمها الجمعية. هي مبادرة نتقدم بها نحن كمؤسسة لمستفيدي المؤسسة من أطفال السرطان وأطفال التلاسيميا بهذه السلال الغذائية لإعانة ذوي هؤلاء الأطفال في هذا الشهر على صعاب الحياة والمعاناة التي يعانون منها ماديا ومعنويا في هذه الفترة. المبادرة تقدمها المؤسسة السورية لعلاج السرطان ورعايتهم بالتشاركية مع وزارة الشؤون، هي بحملة شارك بالخير. عم نقدم سلة رمضانية لجميع أهالينا لأطفال المصابين بمرضى السرطان. تهدف الحملة لإعانة أسر المرضى ومساعدتهم لتأمين قسم من احتياجات الشهر الفضيل وتخفيف العباء المادية المترتبة عليهم. أحمد الحمدوش، الأخبارية السورية، الحسكة. رح نروح كمان لمحافظة حمص، وأيضا ضمن فعاليات حملة تشارك الخير التي أطلقتها محافظة حمص، طبعا ضمن الحملات اللي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بكافة المحافظات السورية منذ بدء شهر رمضان المبارك. خلينا نعرف تفاصيل وكيف مجريات الحملة بالتقرير التالي. مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص مستمرة بتنفيذ مبادرة تشارك بالخير التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق والتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات والمحافظات والمنظمات غير الحكومية منذ بداية شهر رمضان المبارك. الجمعيات المشاركة، كل الجمعيات اللي عم تشتغل بالشق الإغاثة الإنساني سواء الغذائي أو حتى اللي عندهم مطابخ جماعية، لتاريخ اليوم نحن متجاوزين 5000 سلة، وهي من السلل اللي منشئتها الجمعيات وتبرعات المجتمع المحلي. متجاوزين 4000 وجبة مطبوخة، أكثر من 1000 وجبة جافة. عندنا تقريبا مبالغ المالية الموزعة المرصودة بالتقارير هي 185 مليون لتاريخ الخميس الماضي. جمعية رعاية الطفل في حمص تقوم ضمن حملة تشارك بالخير بتوزيع سلل غذائية وتحضير وجبات الإفطار في مطبخ الجمعية لتلبية الاحتياجات وتخفيف الأعباء عن الأسر المتعففة. رعاية الطفل من قبل الأحداث بتعتني بالمرأة وبالأطفال والعائلات الأيتام وأطفال داون، وخلال شهر رمضان المبارك نحن في إنا جهود مضاعفة بتوزيع السلات والوجبات الرمضانية للعائلات الأشد احتياجا بمدينة حمص. حاليا نحن خلال شهر رمضان المبارك وزعنا حوالي 1000 سلة رمضانية وتقريبا حوالي 1000 وجبة عائلية. الوجبة العائلية بتكفي 5 أشخاص.
بنقدم وجبات افطار صائم، هو بيختص المطبخ بالموني لكن كمان بشهر رمضان بيقدم افطار صائم. طبعا التجهيزات بتبدا من قبل شهر رمضان، من صحن الوجبه لكل محتويات الوجبه كلها بتتجهز قبل، كله مدروس بدقه وموزون بدقه لحتى يعني يتحقق العدل بين كل الوجبات باذن الله. الوجبات اللي بتتقدم بتتقدم بشكل يومي ل 100 اسره، كل اسره مؤلفه من 5 اشخاص، يعني بمعدل 500 شخص يوميا الى 120 يعني وجبه احيانا ممكن نوصل. الوجبة هي عبارة عن صحن الكبسي بيكفي يعني بالدجاج مع المكسرات بيكفي لخمس أشخاص، طبعا بالإضافة للكبة الحمصية اللي هي مشهورة فيها الحمص مقلية ومعك كمان سطل لبن. مبادرة شهر رمضان تشارك بالخير مستمرة بكل قيم التكافل والتضامن الاجتماعي والعمل التطوعي المنظم. شيرين العلي، الإخبارية السورية، من جمعية رعاية الطفل في حمص. وأكيد مشاهدينا انتقلنا لفقرة ختامية وجدا مهمة لكثير من الأشخاص اللي بيعانوا بضغوطات الحياة. أكيد كلنا عنا ضغوطات، ولكن في أشخاص محددة بينتقلوا للجانب العملي والمادي وبصير هذا الجانب من أولوياتهم، ومع الوقت وبتتغير ملامح حياته لهذا الشخص وبتصير علاقاته الاجتماعية والروابط الأسرية بتأثر سلبا على حياته المهنية والعملية وبالعكس تماما، وهي العلاقات الأسرية ممكن كمان أنه تصاب بالفتور نتيجة انشغال هذا الشخص بس بالجانب العملي والمهني. اليوم يا سلمى، صحيح حفاف، مو بس هيك يعني نحن بشهر رمضان تمام. المبارك هالشهر يلي ربنا وصانا فيه أنه نحن نكون إيد واحدة، نكون سوا مع بعض، العائلة كلياتها تجتمع، فبالتالي هو شهر توطيد العلاقات إن كان الأسرية وإن كان الاجتماعية، شهر الترابط والتراحم والتكافل، فكيف ممكن يجتمعوا مع شخص بعيد تماما عن كل هاي الصفات، وأنه كيف يقدر يرجع مرة تانية يقوي هاي العلاقات إن كان بحياته الشخصية وحتى بحياته الاجتماعية. كل هالأسئلة والتفاصيل رح تجاوبنا عليها ضيفتنا بالاستوديو الدكتورة تغريد أمسلم، وهي أستاذة بعلم الاجتماع بجامعة دمشق. يسعد صباحك دكتورة ورمضان كريم. يسعد صباحك، كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. صباح الخير دكتورة. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. يعني اليوم عم نحكي على موضوع إن كان بالشهر الفضيل ولا نحن بالأيام العادية، كثير من الأشخاص بينشغلوا بالجانب المادي والعملي و العلاقات الاجتماعية والروابط الأسرية بتروح خالص. خلينا نحكي على أهمية العلاقات الاجتماعية اليوم وخصوصا بشهر رمضان. صحيح، العلاقات الاجتماعية ضرورة، حاجة وضرورة بكل وقت وبكل زمان، برمضان وبغير رمضان، لكن بيتسلط عليها الضوء أكثر برمضان كونه بيجي هالشهر الكريم بالتعاليم الفضيلة اللي هي بترجعنا لأصولنا لمعتقداتنا وبتخلينا نرجع نقرب من رب العالمين أكثر وننفذ التعاليم اللي اجت فيها دياناتنا السماوية اللي هي نتواصل. أول شيء نحن نعمل صلة الأرحام، نرجع نتواصل مع بعضنا البعض كأسرة، كعائلة واحدة، كعائلة أكبر، كعائلة ممتدة، إنه يكون في تواصل للأهل والأقارب والجيران وحتى نكون واقفين كلنا لجنب بعض. فهي ضرورة بهذا الشهر وضرورة بكل وقت وبكل زمان، لكن نحن مثل ما قلتي إنه بالسنوات الأخيرة الضغوط والمشاكل والأعباء الكثيرة وضيق الحال خلى كل واحد فينا إنه يتوجه إنه يهتم بحياته وبيأمن متطلباته على الصعيد الدائرة الأضيق، وبدأ الدائرة الأوسع يقل الاهتمام فيها وتنحسر العلاقات ضمن الأسرة الصغيرة اللي هي يعني يدوب رب الأسرة يلبي الاحتياجات. بيجي الشهر الكريم وبيجي بيضولنا انه نرجع لهالقيم ولهالمعتقدات ولهالفضائل هاي، نرجع نتواصل مع بعضنا البعض ونرجع نعمل يعني هالجمعات مع بعض، ولو انه الوضع اقتصادي صعب وما حدا بيقدر يعزم حدا، لكن اللقمه اللي بتكفي شخصي بتكفي 100، يعني اسمه هاللقمه مع بعضنا البعض بتعطي صحه وهنا وراحه وخير اكثر بكثير من انه يكون شخص لحاله عم ياكل. ومرحبا وكيفك ببلاش كمان. صحيح صحيح. والحقيقة أنه إحنا صرنا نشوف يعني كنا ببداية الشهر الكريم الناس تروح تبارك لبعضها بالبيت، هلأ بكفي نعمل واتساب للكل وخلاص عملنا الواجب وهذا مشكلة.
صحيح دكتورة. خلينا نحكي شوي اليوم بما أنك ذكرتي أنه كيف تغيرت العادات بين زمان وبين هلأ، كمان المبالغة بال يعني عند البعض، في بعض الناس بيبالغوا بالشهر الفضيل إن كان بالمواعيد إن كان بأسلوب البروزة مثل ما بيقولوا. صحيح. هذا الشيء كمان مرهق اجتماعيا وممكن يساعد أنه يزيد المسافات بين بين الناس اللي عندها مستوى معين ما نقدران إتجاري هاي الأشخاص، إضافة لاستخدام التكنولوجيا. صار ضاق العصر، صارت المهم أنا صور الأكلة ونزلها على الإنترنت، فرجي الناس شو ساويت شو عملت. أدي هذا الشيء كمان بيأثر على مجتمعنا بشكل عام، بيأثر نفسيا واجتماعيا وهو غير أخلاقيا كمان. يعني هذا العمل لما أنت كشخص أدران يكون عندك أكثر من نوعين وثلاثة وتصور وتعرض للآخر اللي هني محرومين، أنت هذا ما بقى أنت عم تأدي الفريضة اللي لازمة منك، ولا أنت عم تكون بأخلاق وبالتعاليم اللي أنت عم تؤمن فيها أو عم تمارسها. أنت هون عم بتمارس سلوك لكن خالي من المضمون. بالعكس، نحن بدنا نحس بالآخرين، بدنا نحس بالآخرين ونساعدهم، واللي عنده يعطي اللي ما عنده، مو أنه أنا اللي عندي بدي أتباهى فيه وأعرضه وخلي الآخر يحس بالنقص ويحس بالحسد ويحس بالنقمة على الآخر اللي هو عنده واللي أنا ماني ما متوفر عندي. بالعكس، أنت الخير اللي بدك تعمله أنه من اللي عندك تعطي الآخر يلي ما عنده. فهذا الشيء يعني منه مقبول نهائيا. هدول اللي عم بيصوروا واللي بيعرضوا ما لديهم أمام الآخر المحروم، أنت عم تزيد حرمان وعم تزيد الأسى وعم تزيد له الألم اللي هو موجود عنده بهذا الشهر اللي أنت المفروض أنك أنت عم تخفف ألم الآخرين. بالإضافة للمبالغة، هذا مبالغة كمان هي مانا يعني من تعال ولا تسرفوا، يعني ضمن مانا من تعاليمنا كمان الإسراف، وأنه نحن نزيد ونحاول أنه يكون في عنا يعني أشياء نحطها كلها بيوم تاني يوم تنكب، فأنت حرمت آخر هو بحاجته. فهالأشياء هي كلياتها مرفوضة وإلى آثار نفسية ومثل ما قلنا اجتماعية وحتى أخلاقية، إلى أثر السلبي الكتير كبير لابد من أنه نحن نهتم فيها. وياريت كل شيء عم يسمعنا ينتبه لهالتفاصيل وما يكون فيها. طيب دكتورة، خلينا اليوم هيك نحكي شوي على الجيل الجديد والمراهقين واللي أعمارهم شوي صغيرة، بيضلوا ملازمين الهواتف بإيديهم وما بينسوا أبداً أنه أنا هاتفي لازم يضل مرافقني كل الوقت، غير أنه اهتمامه بمحيطه بعائلته باللي حواليه ما في أي اهتمام أبداً. اليوم كيف نحن فينا نواجه هاي المشكلة ونحد منها؟ صحيح، الحقيقة انه هون هي التواصل بالانترنت والتليفون والوسائل الافتراضية وسائل التواصل يعني هي ملازمة ولا تتجزأ، بالعكس صارت عم تاخذ مساحة اكبر. لكن بالشهر الكريم لازم انا يعني كرب اسرة كأم كأب نبه الابناء، وانتو كمان كأبناء لازم انه ينحد من هالوسائل. طيب انت هذا الشهر اللي انا بدي انا يكون تواصلي مع ربي أكبر، بدي زيد مساحة التواصل مع ربي، بدي أرجع فيها لربي، بدي أتواصل مع أسرتي مع عائلتي. إذا أنت عاطي لهالمساحة الافتراضية المساحة الأكبر من حياتك، كيف أنت بدك تقوم بهالتعاليم هاي؟ كيف أنت بدك هالواجبات المطلوبة منك تقوم فيها؟ فلا بد من أنه نحن نقيمة على جنب، وخاصة أنه نحن برمضان فترة الإفطار اللي هي بتجمع العائلة، فيجب أن تلغى كل هالأدوات الجديدة، كل هالمدخلات اللي دخلت على حياتنا، هالمدخلات التكنولوجية تكون على جنب، ونرجع أقل ما يمكن على مائدة الإفطار يكون نحن عم ناكل مع بعض ونحكي مع بعض ونتواصل ونترحم مع بعض ونكون حاسين ببعض، ومو أنه نحن عم ناكل ونصور وعم نبعث ونحن عم ناكل ونبعث. فهذا صار يعني سلوك غير صحيح، سلوك شاذ. فمثل ما أنا بهذا الشهر عم بتذكر ربي وبدي قوم بالفرائض وبدي صلي وصوم وأعمل خير وزكي وكل هالأشياء هي، كمان التواصل هو واحد يعتبر أنا بعتبره من الفرائض كذلك. طيب دكتورة، خلينا نحكي عن شيء يمكن هو من أساسيات الشهر الكريم اللي هو المودة الرحمة التسامح.
كثير اوقات بيقولوا اذا انت زعلان من حدا برمضان لازم تصالحه. صحيح. لازم تلتقوا مهما كانت المواقف صعبه. للاسف يمكن جزء كبير من الناس حاليا عم يتعرض لدراما، بعض هي الدراما الاجتماعيه بعيده تماما عن هي القيم، ان كان التسامح او عم نشوف العنف، عم نشوف اخوات عم يقتلوا بعضهم. فقد ايه مهم نرجع فعلا لقيمه الحقيقيه لهذا الشهر اللي هي انه نقدر نسامح. صحيح، التسامح واحدة من الأشياء، والمساعدة وحب الغير، وأنه نعطف على الغير ونحترم الغير ونكون نعاون الآخرين. هاي من التعاليم والأشياء اللي نحن بدنا نكون فيها برمضان وبغير رمضان، وما بالك برمضان بيسلط الضوء عليها أكثر. طيب نحن شفنا بالسنوات الأخيرة ما طرأ من سلوكيات وتغيرات على الشعب السوري هو ليس من صفات الشعب السوري، ناتج ظروف وحرب ومتغيرات كثيرة خلت يكون في عنا، يعني منشوف ضمن العائلة الواحدة الإخوات ما بتواصلوا مع بعض. إذا رحنا على الأسر العدلي ومركز القضاء منشوف غالبية المشاكل كلها إرث وأخوات ومشاكل بين الإخوات. مين بده ياخد أكتر حصص، أكثر قيمة مادية، أكثر يحصل عليها أكثر من الآخر، وكل هالخلافات كلها موجودة. بيجي الشهر الكريم مفروض نحن نحط كل هالخلافات على جنب ونرجع نتواصل مع بعض ونرجع يعني نتسامح، يعني اللي في مشكلة بين بعضهم البعض يسامحوا بعض ويرجعوا يتواصلوا، وتكون هي فرصة للناس لترجع تتقرب وترجع لبعضها. لا مو بس هيك، نحن اجت الدراما عم بتعزز العنف، عم بيصور لي المرأة بطريقة يعني عنيفة، وعم يصور لي الشعب الأسرة كيف الإخوات عم بيتقاتلوا بعض. صحيح هي هالصور موجودة لكن أنا كمان هاي المفروض يكون في عندي صورة بالمقابل عم تعطيني الصورة المثلى اللي لازم نحن نرجع لإلها، لأنه عم تعطي أعذار للبعض. إيه هي واقعنا نحن هيك، يعني عم بيعزز اللي هو موجود عنده وعم يعطي مبرر إنه إيه هاي الكل هيك. لك حتى الدراما كمان عم بيعرضوا الكل هن موجودين بهذا الشكل، فأنا هون لا، المفروض الدراما تكون عطت صورة مقابلة. طيب صورة خلينا اللي لازم تكون صحيحة. خلينا دكتورة هيك نحكي عن شيء كتير مهم، بما أنه الوقت شوي داهمنا، العلاقات الاجتماعية اليوم والروابط الأسرية، كيف نحن ممكن نضل محافظين على قيمة الموجودة، على الشيء الحلو اللي موجودة فيه بدون ما يكون في أي خلافات؟ يعني مو المهم أنه نحن نجحنا، المهم نحن نستمر بالمحافظة على هاي العلاقات. صحيح، المحبة ترجع تسود، المحبة والرحمة واليقين، نرجع كلنا لرب العالمين. يعني كل هالتغيرات بالقيم وبالسلوكيات أنه نحن بعدنا عن قيمنا، عن معتقداتنا، بعدنا عن ربنا، بعدنا عن تعاليم اللي اجت فيها دياناتنا. فنحن نرجع لربنا، وفي رب موجود، وما لا ما بيصير للإنسان إلا مثل ما ربه كاتب له، لكن كمان إنك أنت تسعى. فلذلك نرجع نحن لقيمنا هاي الفضلة وفضائلنا والمسامحة ومحبة بعضنا البعض. نرجع يعني نآمن بوجود رب العالمين والقضاء والقدر. هالأشياء هاي اللي شفت أنا بالفترة الأخيرة إنه كأنه عم نتجاهلها وبدأنا نتناساها. طيب دكتورة شو الحل برأيك؟ يعني اليوم نحن عم نحكي عن شوي مثل ما قلتي حضرتك بعدنا عن الروابط الاجتماعية، اليوم شو الحلول اللي ممكن تقترحيها لحتى نقوي هاي الروابط؟ الحلول بتبدأ بنرجع للنواة الأساسية بالمجتمع اللي هي الأسرة. الأسرة من ترجع الأسرة لعلاقاتها الطبيعية، لقعدتها مع بعضها. خلينا نطلع من قعدة الإفطار مع بعض، الكل على مائدة واحدة، والكل عم يعني اللقمة اللي بإيده يقسمها بينه وبين أخوه، وكل حدا يعني اللهم نفسي وبس، يعني يقسم بين أخوه، يحب لأخوه مثل ما بيحب لنفسه. نتحاور مع بعضنا على طاولة الإفطار، الأب والأم يوصلوا هالقيم ويدعموا هالعلاقات بين الأبناء. وأنا كأب، أنتوا قاعدين مع بعض هلأ، قيموا الجوالات على جنب، خلينا كلنا نتحاور ونحكي بالقيم وبما هو موجود، وما هو الصح وما هو الصواب، ما هو الخطأ. هالأشياء إذا بدأناها ونمارسها قبل ما أنا بدي أحكيها مع أبنائي، بدي يكون أنا عم بقوم بهالسلوكيات، لأنه الأبناء السلوكيات السائدة
هي هو اللي بيضل يعني بتكون مزروعة بعقله العميق وبذاكرته العميقة وبنفذها. فلذلك يعني وبالإضافة للضوابط والحدود المسموح والممنوع ضمن الأسرة، نرجع للضوابط، نرجع للحدود. هالضوابط هي اللي بترجع تقوم لها سلوك هالأسرة، تقومت سلوك الأسرة، تقوم سلوكه لهالفرد بالشارع، تقوم سلوكه بالمؤسسة بأي مكان تاني، وبدأنا نرجع نضبط مجتمعاتنا بشكل أكبر. وبتجي بعدين الضوابط من الجهات الأكبر أو الجهات المجتمعية. لكن إذا أنا ما عندي ضوابط ضمن الأسرة ما رح يكون في ولا رادع ولا ضابط بيأثر على أفراد هالمجتمع. أكيد بالختام بدنا نتمنى الوفق للجميع، وشكرا لك دكتورة تغريد مسلم. شكرا لك، وأنا بتمنى المحبة والسعادة ورمضان كريم على الجميع. نعاد عليك بكل خير، شكرا لك ولكل المعلومات اللي قدمتيها. وعليك يا رب شكرا. أما هلأ سلمى صار وقت نختم، وشكرا لك، بقية نهار حلو لك، وشكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من جميع النصائح يلي قدمنا لكم إياها. وأكيد بالختام بدنا نتشكر مصممة الأزياء رنا السوسي وصاحبة براند موتيل على العبايات يلي قدمتهم لمذيعات صباحنا غير. كونوا بخير من هون لبكرة وتبقوا بألف خير. باي باي. أكيد يا عفاف، إن شاء الله يا رب هيك هاي الأيام المباركة تضل على الجميع بألف خير. اليوم الخميس بكرة الجمعة رح تكونوا مع مقتطفات من صباحنا غير ضمن البيست أوف، وأكيد طبعا رح نكون على موعد جديد وحلقات جديدة يوم السبت ببداية الأسبوع. لا تنسوا تراسلونا لأي مواضيع بتحبوا تكون ضمن محطاتنا الصباحية، وأكيد فيكم تشوفوا مقتطفات من حلقتنا على صفحة الإخبارية السورية. ضلوا بألف خير. باي باي.